بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل محشي. الخضره بتاعتنا هي الطماطم والخضار اللي هو البقدونس والكزبره والشبت. نقطع الخضره بقى ونغسلها طبعا كويس، كله مع بعض اهو متقطع ومغسول. محضرين بصل معانا، محضرين الرز، محضرين الملح، فلفل اسود، والطماطم. واجي هنعمل حاجة تانية بالكوسة، واجي الفلفل متنضف والكوسة والبدنجان مغسول ومنقوع في مية. حط الطماطم بقى على الرز وعلى البصل، ونحط الخضار اللي مغسول، نعصره من المية بتاعته بقى ونحطهم كله مع بعض كده. احنا هنسوي المحشي من غير مية، مش هنحط مية خالص. نقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعض، ونحط طبعا الزيت بتاعنا. ونقلب بقى اهو كل الكلام ده مع بعض، الرز مع الخضار اللي هو البقدونس الكزبرة الشبت والبصل، ونحط معلقة صلصة عشان الطماطم مش حمرة قوي يعني، فبنحط معلقة صلصة عشان تحمر المسألة. وشوية ملح نظبط عشان كان محتاج شوية ملح. نبتدي بقى نحشي الكوسة اهي. وندخل كده بقى بسيط، مفيش حاجة سهلة يعني، مش حاجة. وزي الباذنجان اهو، ناخد واحدة بقى فلفلية الموجود ونحشيها بردك. وبعد كده نبتدي احنا نحشي بقى مع نفسينا، نكمل بقية اللي موجود المقدار بتاعنا يعني. نكمل كل المقدار اللي هو الحشي، الكوسة والفلفل والباذنجان. نكمل احنا بقى، ادي كملنا اهو المحشي. وبنفضي بقى شوية الرز، شوية الأخور دولت والصلصة اللي موجودة، وشوية الرز ده بنحشيهم لوحدي، بنسويهم لوحديهم. نولع بقى على النار كده ونحط المحشي، ونحط الرز جنب منه. ادي المحشي اهو، مش هحط مية ولا اي حاجة، لان الطماطم فيها مية، البصل فيه مية، الحاجات دي، وطبعا الكوسة فيها مية بتنزل ميتها. وادي اهو بتبتدي دي مراحل التسوية بتاعته اهو، مفيهوش اي مية ولا اي حاجة، هو هينزل المية بتاعته. واجي هي اللي باقي الميه ما حطيناهوش، اللي هي بقيه الصلصه والحاجه. انا دايما بقى يعني بسوي المحشي كده من غير ميه على فكره، بيطلع بقى الرز مفلفل وجميل. نغطي بقى عليه ونسيبه بقى يستوى على نار هاديه. نبتدي بقى نعمل، عايزين نعمل كمان اللحمه. ادي الرز اهو، ادي الرز اهو يستوي بردك، شويه الرز الباقي دولت. نبتدي بقى نعمل احنا متبلين لحمه بالبصل اهي، وفلفل اسود وملح، وشويه جوزة الطيبه وزعتر. اللحمه فليتو اهي، وادي البصل اهو كده على الجريلو. هنبتدي نعمل نشوي اللحمه دي.
طبعا ما قعدنا حوالي ساعتين او اكتر زي ما انتوا عايزين، بس قعدوا طول ما قاعده في الحاجات دي، وبالليمون والحاجات دي بتبقى حلوه قوي، شويه خل. بيطريها، نبتدي بقى نحط الجريل على النار، وبنمسح بس الجريلية كده بشوية زيت. تسخن الجريل، نبتدي نحط بقى نشوف اتسخنت، نبتدي نحط بصلتين كده نشوف السيبية بتسخن اهي او سخنت. نبتدي بقى نحط اللحمة، وهي طبعا ايه بتاخد لها دقيقة من تحت ودقيقة من فوق، بس تاخد علامة الجريلا، وبعد كده بنسيبها تستوي. نحط شوية بصل معاهم عشان يدي طعم من اللي موجود، حلقات. وبنشوف طبعا في الوقت دوت، بنشوف المحشي اهو بيستوي، يعني بصوا بقى شكله باين انه مستوى اساسا، ولا ميه ولا اي حاجه. نبتدي بقى نقلب اللحمه، علامه الجريلا اهي المشاوي. وبعد كده بنسويها طبعا عادي، احنا بس اللي بناخد تاخد العلامات الاول، وبعد كده تستوي كويس. ونبتدي نكمل بقية اللحمة، وادي الرز بتاعنا وفلفل كمان بيستوي اهو. ونشوف بقية اللحمة معانا من نخليها تستوي بقى ونشوف. وهنا مراحل التسوية اهي، ونكمل بقية اللحمة طبعا كلها بنسويها كلها. ونبتدي بقى نحط الترابيزة بتاعتنا، ومتنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة انسوس وقناة منزلية بسيطة وانيكو. وادي الترابيزة، سلاطة والمحشي واللحمة اهيت.